مساح من ورود الحسين يا حبيبي حسين. أوصي إخواني الذين يقيمون الشعائر الحسينية بأمرين: الأول تعلم الإخلاص في العمل من الإمام الحسين سلام الله عليه، والثاني عدم التقصير بحق الإمام الحسين سلام الله عليه، سواء بالمال أو القلم أو اللسان وغير ذلك. عسى أن نكون قد تحدثنا عن الإمام الحسين سلام الله عليه وفضله، ووفينا ببعض ما علينا تجاهه ولو بمقدار ما تحمله رأس الإبرة من بلل البحر. ذلك أن الحديث عن الحسين سلام الله عليه حديث عن الله سبحانه والقرآن وعن الرسالة والحق وعن كل فضيلة. كلما صاب الحسين يا إمام.